محمد يحيى الاستشاري الهندسي لمجلس إدارة النادي، أهلا بك يا باشمهندس. الأول بس دعنا نقول له حمد لله على السلامة وألف سلامة عليك ورفقا بصحتك. الله يسهل حضرتك يا فندم، أخباركم إيه؟ ألف حمد لله على السلامة يا باشمهندس. الحمد لله الحمد لله. أحسن بس عايز أقوله سريعا، الحمد لله كنت عايز أقوله سريعا إن النادي الأهلي من سنة 1907 لحد النهاردة هو نادي مليء بالإنجازات. صحيح. مفيش من 1907 لحد النهاردة كل يوم فيه إنجازات. هو اللي يميز المجلس الحالي ان انجازاته كانت كبيره جدا وقت قليل قوي، هو ده اللي بيميزه عن المجالس السابقه. لكن انا طوال الثلاث سنين ونص اللي حضرتهم مع المجلس الحالي عمري ما سمعت حد قال فيهم ان هو اللي عمل كل الانجازات اللي حصلت في النادي الاهلي، لا هو ليه فتره عمل فيها انجازات في وقت معين. الانجازات دي سريعه جدا، كلفت فلوس عاليه جدا، وده يمكن استاذ كامل زاهر قاله في برنامج لخصنا يا سياده يا باشمهندس. عايز ارجع لخصنا بس بسرعه عشان الناس تعيش معانا. لا انا عايز ارجع بس لحضرتك لفرع الشيخ زايد. فرع الشيخ زايد انا كل كلمه هقولها وانا جاي دلوقتي هي كلمه بالمستندات اللي موجوده معايا. اتفضل يا باشمهندس. الشيخ زايد، ارض الشيخ زايد، الان الاهلي اشترى ارض الشيخ زايد او تخصصت لارض الشيخ زايد القديمه في الموقع القديم اللي هو بعد اركان سنه 93. استلم الموقع في 94، تم الغاء التخصيص في 2003. استلم الموقع الجديد في 2005، العقد بتاع الموقع الجديد 5/8/2005، استلام القرار الوزاري 21/12/2009. بدأ البناء اللي هو التعاقد على التعاقد على المبنى اللي حضرتك عرضته دوت في 4/2012. كان مدة التنفيذ بتاعة المبنى ده طبقا للعقد 7 شهور فقط. طبعا انت عرضت المبنى ده حضرتك سنة 2014، وزي ما احنا شفناه هو مبنى كان متشطب جزئيا من الخارج، ومن الداخل كان لسه التشطيب لم يكتمل. لما احنا جينا استلمنا من ايوه اللي حضرتك بتطلعه الوقت دوت اهو، حضرتك قلت ده 2014، كان المبنى زي ما احنا شايفين اهو متشطب من ده يناير 2014 تحديدا. انا مش 2014 مع ان العقد بتاعه التعاقد من 4/2012 يعني. بس خد يعني لازم نحط في الاعتبار الظروف بتاعه البلد في 11 و12، الظروف الاقتصاديه يا باشمهندس. دلوقتي انا بحط ارقام يعني ليه؟ لا يعني كخلفيه الصوره، طبيعه المرحله لازم توضع في الاعتبار. يعني سعادتك لو جيت في 2015 وما كانش فيه اموال برضه كان اكمل كلامي وبعدين اتفضل يا فندم نتناقش في كل حضرتك عايز. اتفضل. هنيجي بعد كده لما جه الباشمهندس محمود طاهر او المجلس الباشمهندس محمود طاهر استلم، احنا استلمنا الشيخ زايد، وكان انتهى فيها هو مشروع المرافق. المرافق كانت عباره عن خزان مياه ارضي، 3 غرف كهرباء، شبكات ميه وصرف، وشبكات كهرباء داخليه فقط. المبنى الاجتماعي استلمناه زي ما شفت حضرتك وقلت دلوقتي انه كان متشطب من الخارج فقط، وتشطيب بعض المساحات الداخليه او حضرتك بتعرضه حتى دلوقتي بالمنظر دوت، وكان لسه ما اتعملش التعديل بتاعه اللي هو عشان يبقى مبنى اجتماعي اداري. بالنسبه لاعمال بس لحظه واحده يا فندم، عشان انا عصرت بعض كان في قرار بتحويله الى انه يبقى الكلاب هاوس المؤقت. القرار ده حضرتك بس كان لسه ما اتحولش، كان لسه ما اتحولش يعني. انا شفت القرار وشفت الجواب دوت بس احنا استلمناه كان لسه متحولش. ما اتحولش. كان في عقد ملاعب كره القدم والملاعب المتعدده. كان الراجل يا دوب بس عمل شويه حفر في اماكن الملاعب. اول ما بدانا الشغل يا فندم جينا لقينا عندنا 5 مشاكل كبار جدا يوقفوا اي مشروع. اول مشكله انا فاكر اول يوم دخلت فيه رحت قعدت في المكاتب برضو الجميله اللي حضرتك عرضتها اللي هي مكاتب المهندسين الكرفانات ديت، لقيت جاي لنا بتاع الكهرباء وعمل لنا محضر سرقه كهرباء. الله، ازاي احنا ما عندناش كهرباء يا جماعه في الموقع؟ قال لك لا ده احنا واخدين من لوحه كده قدام قريه ميدوس بارك والراجل عامل لنا محضر سرقه كهرباء. طب يا جماعه لازم نقدم على الكهرباء، اول حاجه نعملها عشان ندخل كهرباء للنادي، لان احنا عايزين كان الخطه بتاع الباشمهندس محمود طاهر ان الانشاءات دي كلها تخلص وتفتتح في 2015.
فروحنا لبتوع الكهرباء حضرتك، قالوا لنا ان احنا محتاجين منكم 15 مليون جنيه علشان ندخل لكم الكهرباء، وعلى الاقل هتاخد لها سنه. فطبعا عشان نمشي في الاتجاه دوت، اولا 15 مليون جنيه في الوقت دوت هو مبلغ مش موجود، لان على حسب ما سمعت من الاستاذ كامل زايد ساعتها ان كان في خزينه الشيخ زايد 2.5 مليون جنيه بس، وكان علينا حوالي 2 مليون جنيه لمقاول الملاعب، وعلينا حوالي مليون جنيه لمقاول المبنى، وعلينا مليون جنيه لمقاول المرافق. كل دي يا باشمهندس بفعل الظرف، كل دي كانت بفعل الظروف اللي البلد فيها، لان كل الهيئات والشركات كانت حضرتك حضرتك لو شفت التواريخ حضرتك، الارض دي احنا مستلمينها سنه كام؟ قبل يعني او زي ما قلت لحضرتك، ما هو البدايه في مجلس الكابتن صالح، البدايه في مجلس الكابتن صالح في 93 31/12/2009. طب ما بعديها بسنه يا فندم خلصت الليله، تبني على طول. الحاجه بس عايز اكمل كلامي بس، ادي اول مشكله قابلتنا اللي هي مشكله الكهرباء. طبعا هنا بحكمه الباشمهندس محمود طاهر وادارته للموضوع دوت، رحنا لوزير الكهرباء حلينا المشكله بطريقه بسيطه جدا، ان احنا قدرنا ناخد وصله كهرباء تغطي المرحله الاولانيه الاولى كلها بالكامل، ودفعنا بس مبلغ بسيط جدا هو 1.2 مليون جنيه. كان الاول المبلغ المطلوب 2 مليون، قدر هو يخفضها ل 1.2 مليون جنيه. ادي حلينا مشكله الكهرباء، خلاص بقى عندنا كهرباء دائمه نقدر نشتغل عليها. المشكله الثانيه هي مشكله عقد المرافق. المرافق المقاول لما خلص المرافق بتاعته، العقد بتاعه كان معرفش في حته غلطوا فيها، ان قالوا ان تسليم المرافق نهائي هو سنه من تسليم المرافق ابتدائي. وبالتالي هو كده في 2014 اللي هو في يناير 2014 زي ما حضرتك عرضت، يبقى هو كده يقدر يسلم المرافق دي نهائي، وبالتالي احنا لسه مشيتش لا فيها لا ميه ولا كهرباء ولا اي حاجه. فازاي هنبقى الحاجه زي كده؟ جبنا المقاول قلنا لا ما ينفعش الكلام دوت، السنه لازم تكون من تاريخ التشغيل. المهم المقاول قاعد يقول لا وانا خسرت فلوس كتيره في المشروع دوت ومش عارف ايه. في الاخر وصلنا معاه لست شهور من تاريخ التشغيل ووافق. الغرابه بقى ان المقاول ده بعد ما اتعامل معانا للامانه ثلاث سنين من تاريخ التشغيل وهو بيصون لنا كل المرافق الداخليه. المشكله الثالثه هي الملاعب. الملاعب تم اسنادها لشركه متخصصه في الملاعب. حصلت مشكله، اللي حصل ان المشروع كان وقف شويه. طب هلا يا باشمهندس، بمناسبه الملاعب، يعني المهندس عدلي فكرني بحاجه يا ريت حضرتك تنفيها او تاكدها، انه كان في ملاعب جهزت اتعملت عليها دورات خالص حضرتك. كل اللي اتعمل كان حفر ملاعب كره القدم فقط، وما كانش فيه وجود لملاعب التنس، لان احنا ردمنا مكان ملاعب التنس، ما كانش فيه اي حاجه خالص، ما كانش فيه ملعب خماسي خالص، ما كانش فيه ملعب خماسي خالص. ده اللي كان موجود واستلمناه، مبنى زي اللي حضرتك عرضته، مجموعه مرافق. ما هو يا باشمهندس ما حدش قال ان انتوا ما عملتوش مجهود اكمل بس كلامي حضرتك، اديني وقت بس. اتفضل اتفضل بس حضرتك لو سمحت اديني وقت بس اكمل. اتفضل. مشكله الملاعب بقى حضرتك، ان العقد بتاع الملاعب، اولا المقاول متخصص في الملاعب، بس كان يعني يعتبر من مش من احسن الشركات المتخصصه في الملاعب. كان في مشكلتين، انه اول حاجه كان بياخد الحفر، قال انه حفر في تربه صخريه، والعقد ما بيقولش ان في تربه صخريه في الموقع، فدي طالب عمل كليم كبير بيها جدا، وانه كان بياخد الرمله من على بعد 10 متر من الملاعب ويحاسبنا عليها انها متورده من الخارج، وده كان برضو العقد بيقول. يا باشمهندس يعني حضرتك يعني بتتكلم في تفاصيل عمل يومي، يعني احنا حضرتك كويس انت وضحت بس ان يعني المجهود اللي ادى الى تنفيذ، ومحدش انكر هذا الكلام. المشروع ده انما هنتكلم يعني في الرمله ونقلناها كم متر، يعني التفاصيل الهندسيه الفنيه يا دكتور يا باشمهندس ربما يكون مش مجالها. اتفضل. ممكن انتوا حضرتكم اتكلمتوا باستفاضه لا حضرتك معلش، حضرتك مرشح بس معلش يا محمد بيه، محمد بيه، محمد بيه. طب اصل هذا لا 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 ابراهيم، طب لحظه يا استاذ ابراهيم، محمد بيه طب سيادتك مرشح وهذا برنامج انتخابي، انت حضرتك تقول لنا انجزنا واوجزنا واحنا بنضرب تعظيم سلام وما لناش غير كده، لكن نقعد نتكلم احنا عملنا اليوم الفلاني ايه واليوم العلاني ايه، هذا يعني خرق لكل تكافؤ الفرص يا فندم.
يعني دلوقتي لو حد من المهندسين حب يعمل مداخله اسمح له ولا اعمل لا هو يقصد ان حضرتك مرشح فعشان كده احنا حارسين على حته لا حضرتك انا لو عايزني اسيب الترشيح لا انا بس بحب انا ساكن قدام الشيخ زايد دي حضرتك وهو حد انكر يعني حد انكر ان سعادتك مع دولاب العمل ولا المجلس انجزوا هذا الانجاز اللي عايز اوصل له في الاخر اتفضل اوصل له في الاخر اللي عايز اوصل له في الاخر ان لولا الاداره بتاعه الباشمهندس محمود برضه ده دي دعايه برضه يا فندم لو سمحت لو سمحت دي دعايه لو سمحت احنا نقولها سيادتك ما تقولهاش احنا نقولها سيادتك ما تقولهاش باشمهندس مش معقول يا جماعه احنا كانت فلسفه المساله يا فندم لا يا ابراهيم احنا مش قاعدين بص يا اصل انت دلوقتي بتحرجنا ليه لو حصل تليفون دلوقتي من الاستاذ العمري فاروق عشان يوضح حاجه ادخله ولا ما ادخلوش دخله لا ما دخلوش لا دخل. انا مش هدخل برنامج انتخابي يا فندم مش هدخل حد يتحدث عن انجازات وهو مرشح طيب الا اذا كان لحظه يا استاذ ابراهيم الا اذا كان هناك اتفاق هندخل الناس ازاي وطبقا لاي جداول سيادتك بصفتك الاستشاري وضحت المجهود اللي اتعمل لكن هنتكلم ان في الرمله والميه وال هذا كلام لا 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 مش مقبول حضرتك قلت كلام كتير لا 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 قلت وسيادتك وضحت طب يا باشمهندس يا باشمهندس مظبوط يا باشمهندس والاداره الحكيمه وبتاع ده كلام يعني الاداره الحكيمه احنا شايفينها المهندس محمود طاهر تعب وانجز واوجز لكن انك تيجي تعمل لي برنامج انتخابي في برنامجي ايه اللي مش مظبوط يا باشمهندس من غير ما نكون منظمين العمليه انا اسف خلاني دخلت النهارده ان حضرتك قلت كلام مش مظبوط ايه هو اللي مش مظبوط ايه اللي مش مظبوط يعني هل كان المبنى وكلمنا هل كان مظبوط هل كان مظبوط اللوحه اللي محطوطه ان المكان كان صحراء جرداء احنا قلنا ده موجود يا باشمهندس لا موجود بعد اذنك يا ابراهيم ايه اللي مش مظبوط لا موجود يا فندم احنا ما قلناش حاجه احنا قلنا المبنى اهو وانكم سلمتوا المبنى كده هو احنا قلنا ان احنا عملنا ملاعب ما قلناش قلنا اتقال ان الملاعب كانت خلاص ايه اللي قلناه مش مظبوط ايه اللي قلناه مش ده انت جدك لا 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 انت سمعت مننا بعد اذنك انت سمعت مننا ان احنا قلنا ان انتوا جيتوا قصيتوا الشريط انا بقول اللي اتقال يعني لا لا سيبك من اللي اتقال انت هتقولنا احنا ما حصلش ده بالعكس احنا قلنا يا جماعه ده بناء بيتكامل كل واحد بيجي بيضيف احنا كان اعتراضنا بعد اذنك كان اعتراضنا على انه ما يصحش يتم الترويج الانتخابي إن على انه النادي كان يافطة الشيخ زايد كان يافطة وكانت خرابه اللي ما حدش يا بيه بعد اذن حضرتك مش انت اللي والله قلت والله احنا عرضناها طيب اهي اهي احنا عرضنا الصوره دي علقنا عليها ده فيديو انتخابي متداول الله واخد بالك الشجر اللي طالع في الصوره ده احنا اللي عاملينه كويس طيب والتركيز على لوحه محطوطه ان ده مشروع بناء مش قال كده يا فندم هات لي اي حد والله ده فيديو انتخابي بيروج له اهو موجود على شاشه ومع هذا بص حضرتك ما قلناش حاجه احنا جبنا المبنى اللي سيادتك كنت استلمناه كده ما قلناش غير كده انت عدل بتاعي اللي بتروجه انتخابيا للطرف الاخر خالص وانا اسف ان دخلت في والله انا اسف اللي استقبلت حضرتك شكرا يا باشمهندس شكرا يا جماعه احنا عندنا دوار